منذ اليوم الأول إسرائيل عندما دخلت هذه الحرب دخلتها بعاطفة لا باستراتيجية، ربما أنها كتبت عليها بمفهوم كهذا أو كآخر، ربما أنها كانت موجودة بأفوريا بتبرير معين، ربما أنها شعرت بخيبة أمل، كثير من الأسباب، لكنها دخلتها بعاطفة وليس باستراتيجية. وتحركاتها خلال الستة وثلاثون يوما تنجم عن تلخبط عاطفي، ليس إلا لا يوجد هنالك استراتيجيات، لا يوجد هنالك أهداف واقعية حقيقية يمكن لإسرائيل أن تتحملها، لا يوجد هنالك إدارة للجبهة الداخلية. فبالتالي كل هذه بل أكثر من ذلك، بكل ما يخص إدارة الجبهة الداخلية، يرزى إلى الانضباط الموجود الآن، يرزى إلى المجتمع المدني ولا يرزى إلى الدولة ومؤسساتها. بالمناسبة بل الكثير من الأصوات تتعالى وتسأل أين الدولة في إدارة كل ما يجري في داخل الجبهة الداخلية. وبالتالي واضح جدا حجم التخبط وهذا الشعور فقط غريزة الانتقام هي التي تقود. وعندما تقود غريزة الانتقام واضح جدا أن لا شيء يمكن تحقيقه عدا عن ما نراه من مشاهد الدمار. هذا يجب أن نأخذه بالمرمى الأول قبل أي شيء آخر. الآن نحن نتحدث عن بعد 36 يوم، إسرائيل فقط تتحدث وتتعامل من دوافع إعادة هيبة الردع وما إلى ذلك، أهداف حقيقية على أرض الواقع. تذكر في اليوم الأول عندما توغلت في داخل القطاع، خرجت بفيديو لمجندة تم إخراجها وروجت لذلك عبر ما يسمى بعملية كوماندو. طبعا لم تطلق الكثير من الأخبار حول تلك العملية، لكن 13 يوم من التوغل البريء وحتى هذه المرحلة لا يوجد هنالك أي إنجازات تذكر، حتى أن جنودها لا يستطيعون أن يخرجوا من داخل المدرعات ويتجولوا راجلين في قلب المدينة على سبيل المثال تحديدا.